أنا سميرة، اليوم بدي أحكي لكم عن بداية شغلي. هو كان عبارة عن هواية وعن ذوق، وكل ما شفت قطعة استحلاها. هي عبارة عن شراشف سفرة، عن نشالات، عن جاكيتات، أي شيء للسيدة وأي شيء بيتطلبه البيت، مثل شنتاية، مثل يعني أي شيء بنقدر نعمله. هوايتي هي الأشغال اليدوية، صار لي من طفولتي أنا مبلشة فيه، بس بالشغل الأساسي بالمرأة الريفية من 2014. ضافت لي القوة وضافت لي الحياة الاجتماعية وحياة اللي علم البنات فيها، وهي عبارة عن أعمل دورات أنا للأطفال وللصبايا وقويهم بهالمهنة. هي عبارة عن مهنة ما في أحلى منها لست البيت. حلاوته بالشغل يكون على رواق وببيتي، وإيمت ما خلصت شغلي يكون أنا متأنة وقاعدة عم بشتغل الشغلة الحلوة. هو هواية كان، وألقط القطعة وشوف القطعة عبارة عن هواية يعني ما أكثر. كان في صعوبات؟ أبداً أبداً، لأني في رغبة، يعني الرغبة موجودة والتقنية موجودة. بدأنا بالمرأة الريفية، المرأة الريفية كانت عبارة عن 60-70 سيدة، هلأ صارت بالمئات من السيدات، كلنا منحب بعضنا، كلنا منعطي بعضنا، مناخد من بعضنا، يعني منعطي ومنعطي القوة. وشاركنا بمعارض كثيرة، بالبطرني، بالمول، بالمركز الثقافي، بالميريديان، يعني كتير بالقداحة، يعني ما في معرض موجود بسوريا إلا اشتركنا فيه. كتير مهم تبادل الخبرات. بعدين الحياة الاجتماعية قوية، عم نطلع نحن وين ما قالوا لنا ودفعونا عم نندفع. لو ما في مبيع نحن بدنا الحياة الاجتماعية تضل مثل ما كانت زمان. كتير كتير نجاحنا حلو، وكتير حياتنا حلوة، وكتير تفكيرنا كيف بدي أوصف لك؟ في متعة بشغلنا لأني في فن كتير، فن ولباقة بالحياة. يعني أي بيت بتدخلي عليه وفي شغل بتلاقي حلو. أي ست بتتمنى يكون شغل اللي ببيوتنا ببيتها، ليش؟ ما هي اللي بتتشجع وبتجي بتشتغل. بتمنى أي ست قاعدة وضايجة ومالة تفكر بموضوع إني تتحرك وتشتغل، لو ما أشغالي، لو ما أشغال يدوية، تجي على المرأة الريفية وتشوف حياتنا. حياتنا كتير حلوة. ليش حلو النجاح؟ كتير حلو، وسببنا هو الآن سرباب، هي القوة. الآن سرباب عطتنا قوة، وهي ما فيني أوصف لك يعني.